عملية استطلاعية، يعني تم سوء فهم وسوء تفاهم بين تونس وشركائها، وتعدت الوفود التونس لتباحث مع المسؤولين في أعلى مستوى. في وقت من الأوقات يشوفوا الرئيس بنفسه في عدة مرات، وفود أمريكية وأوروبية، لسبري غور يعني السياسة التونسية فين متوجهة. وهذا الوفد اللي جاء الأوروبي نفس الشيء، جاء يعني في مهمة استطلاعية، يحب يحدد فين تونس ماشية وسياستهم على أساس ما تبين لهم من سياسة تونسية. جاءت الفوضى متاع الثورة في عام 11 تقريبا 40,000 في بضعة ساعات وصلوا للسواحل الطارية من ناحية، تونس مش بعيد عليهم، تونس قاعدين يعملوا عليها، تونس ما عرفتش إلى حد الآن تسمين موقعها الاستثنائي على المستوى الجيوستراتيجي. تونس ما عادش عندها شركاء، بل كانت عندها شركاء من مختلف الأحجام وبمختلف من مختلف الاتجاهات في العالم. كانت عندها مع المعسكر الشيوعي أنذاك ومع الغرب، وكانت توازن بورقيبة ومن حيو، كانوا يوازنوا حسب مصلحة تونس يعني يشغلوا علاقاتهم. اليوم تونس ما يعني حائرين فيها، اللي ما يشوفوش فين توجه، يعني ما تماش بالنسبة للهمومة على الأقل ما تماش خطوات سياسية منطقية، يعني كل خطوة تنبيك بما سيقع بعد. مش هما مشاو الوزارة الشؤون الخارجية والداخلية والمعية، خاطر يعرفوا اللي الأزمة اقتصادية بامتياز، والانهيار باش يقع على المستوى الاجتماعي والمستوى الأمني والمستوى كذا. يحبوا يشوفوا شنية إمكانيات وزارة الداخلية في السيطرة على الأوضاع إذا كان اقتصاديا الأمور تفقد تماسكها، فهمتني؟ وعلى مستوى الشؤون الاجتماعية كيفاش باش تجابه تونس حذف الدعم اللي طلبته لفامي، اللي هو باش يتسبب مثل ما في 80 و84 و78 الى غير ذلك في تاريخ تونس تسبب في ازمات كبيره وقاتل ومقتول. كان اذا كان تونس تعرف تفاوض، على خاطر تو اللقاءات هذه هي لقاءات تفاوضيه، يعني كيفاش يقدموا كيفاش يوريوا اللي من مصلحه اوروبا انها تساعد تونس في الحصول على القرض هذا تاع 1.9. انا سمعنا اليوم اعطاوا لاوكرانيا 15.6، يعني 7 مرات قد يطالب تونس ولا دونك. اذا كان تونس في المفاوضات نتاعها تعرف تجبد الخيوط كما يلزم، وتعرف الدافع على ملفها وتوري مصلحه اوروبا فين، اللي هي يعني تتماهى مع مصلحه تونس في بعض الجوانب الامنيه وبعض الجوانب بخصوص الارهاب وبخصوص الهجره غير منظمه، تنجم تونس تجني يعني ترجع الديليغاسيون هذه بالانطباع وبتقرير يقول أن تونس تماسكها واستقرارها لأوروبا ما يلزمش يخليوها تنهار، وقتها ما ياخذوا الإجراءات اللازمة باش تجينا المساعدات، سواء كان عن طريق الصندوق النقدي الدولي ولا عن طريق هما، على قدرهم حكاية فارغة، مليارين في نهارين يلمدوهم ويلمدوا 10 مرات قد